من هو المسؤول عن اكتشاف حجم العضو الذكري الحقيقي للطفل؟ دور الطبيب ودور الام دور محوري ومهم جدا. كان في حالات ما كانش لها اي امل خالص لا بالعلاج ولا بالجراحه، فكنا بنقف. ممكن الراجل ما يبقاش عنده حيوانات منويه خالص ونعمل حقن مجهري ويخلف. ده اللي خلانا دلوقتي ما نقولش عقم، بقينا نقول تاخر انجاب. دلوقتي واحد اتجوز، فتح بيت، ظلم مراته، دخل في مشكله كبيره قوي عشان ما حدش شخصه بدري، ما حدش لحقه بدري. الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض الذكوره والامراض التناسليه بكليه الطب جامعه اسيوط، استشاري امراض الذكوره والحقن المجهري مركز خصوبه. عام 1973 تم اختراع أول دعامة هيدروليكية لعلاج ضعف الانتصاب، ومنذ ذلك الوقت ومع التقدم العلمي المتزامن مع زيادة معدلات ضعف الانتصاب نتيجة للظروف البيئية والصناعية ونمط الحياة، اعتمد استخدام الدعامات لأي شخص يعاني من ضعف الانتصاب ولا يستجيب للعلاج الدوائي، سواء كان بسبب مرض مزمن مثل تلف الأعصاب والأوعية الدموية الطرفية المصاحبة لمرض السكر وتصلب الشرايين وغيرها من الأسباب المؤدية للضعف غير مستجيب للعلاج الدوائي. فما هي أبرز أنواع دعامات القضيب؟ وكيف تتم عملية زرع دعامة القضيب؟ اهلا بكم. بلا شك موضوع الضعف الجنسي موضوع في منتهى الاهميه، وخلي بالكم انا من عشاق التاريخ، فدايما بحب اقرا كيف تطورت الصناعه الطبيه والتدخلات الجراحيه عبر التاريخ. لكم ان تتخيلوا ان اول دعامه فكر فيها طبيب في التاريخ البشري كانت في القرن 16، والطبيب دوت كان اسمه امبريوس باري، ده كان طبيب فرنسي عمل دعامة مكونة من مواد خشبية أو أنابيب خشبية، مش عشان الضعف الجنسي، أو عملها عشان في اللي ضحايا حروب في الوقت ده، عشان الحفاظ على موضوع المكتيوريشن عشان التبول. المحاولة الأولى فعلا بالفعل لزراعة الدعامة كانت سنة 1936، طبيب روسي اسمه نيكولاش بوغروس، وده بدأ يفكر في عمل دعامة باستخدام ضلع. ركب بس، النتيجة ما كانتش جيدة في الوقت ده. في سنة 50 أمريكي بقى اسمه سكاردينو ده استخدم مادة مصنعة قام بتصنيعها وزراعتها في العضو. في 52 سكوت وجودوين نشروا أبحاث حول تطوير المادة دي. لكن بالفعل سنة 66 بدأ دكاترة يطوروا الموضوع ده في القصر العيني أو في مصر، على يعني رأسهم طبيب تجميل هو الأستاذ الدكتور البحيري. البحيري ده أسطورة عالم التجميل، وده طور صناعة الأستاذ الدكتور جمال البحيري، طبعا كل الناس عارفين مين الدكتور البحيري في مصر، عمل أول زراعة دعامة في العضو الذكري واستخدم مادة البوليسيلين في الموضوع ده. سنة بعد كده بقى يعني في 73 سكوت هو أول من وضع البرنسبل الأساسية لزراعة الدعامة بشكلها القريب مع التطوير اللي حصل في السنوات الكتيرة اللي فاتت. شايفين العلم مسكتش العلم طول السنين اللي فاتوا حوالين أنه يبحث عن تطوير، لغاية لما وصلنا إلى درجة عالية جدا في التطوير الخاص بالدعامة، إيمانا من كل المدارس العلمية عبر من سنة 36 لغاية دلوقتي بأنه ضعف الجنسي في وقت من الأوقات الحل الوحيد له هو تكوين دعامة. تعالوا نقرب من الموضوع ده بشكل دقيق جدا في 2022 و23 ونفكر مع بعض إيه هو الضعف الجنسي مع ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الذكورة، طبعا اللي بسعد دائما بوجوده معنا، الأستاذ الدكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة والتناسل بكلية الطب جامعة أسيوط، استشاري أمراض الذكورة والمدير ورئيس مجلس إدارة المؤسس لمراكز خصوبة، الاسم الكبير، منورنا يا فندم، شرف كبير. أهلا دكتور أيمن، وأهلا بالسادة المشاهدين. كنت شايف حضرتك يعني مستمتع بالتاريخ. أكيد، لأن طبعا يعني التطور
في الأجهزة الطبية أو الحاجات اللي بتفيد البشرية، دي حاجة جميلة جدا. وفعلا احنا مرينا بتطورات لغاية ما وصلنا للدعامات الحديثة دلوقتي. طبعا الضعف الجنسي مشكلة طبية مهمة جدا، ولذلك دايما هنتكلم على شيئين مهمين. أولا ماذا أو كيف نعتبر أو متى نعتبر أن هذا الشخص يعاني من ضعف جنسي، ده أول سؤال. والسؤال الثاني الضمني، أسباب الضعف الجنسي الأكثر شهرة. موضوع الضعف الجنسي، إحنا إمتى نقول أن الشخص ده يعاني من الضعف الجنسي؟ إحنا بنقول أن إحنا الشخص ده غير قادر على بداية أو استكمال العلاقة الجنسية بشكل مرضي ليه وللطرف الثاني أو الزوجة في أكثر من 80% من مرات العلاقة الزوجية. يعني إحنا عندنا 20% من المرات أو المحاولات ده ممكن يبقى فيها مشاكل أو ما تتمش بالشكل المرضي، ودي ما فيهاش مشكلة خالص، لأن دي تغيرات بتعتمد على الحالة النفسية والظروف والكلام ده كله. لكن لو إحنا الأغلبية بتاعت العلاقة والموضوع ده كانت مش تامة أو مش مظبوطة، لا إحنا بنقول إن المشكلة عندنا في ضعف جنسي في الموضوع. الضعف الجنسي يعني زمان كان معظم الأسباب بتاعته بتوقعوا أنها أسباب نفسية، لدرجة إن هم كانوا بيصنفوا 80% من الأسباب أسباب نفسية و20% فقط هي أسباب عضوية. مع بدايات يعني أدوات الفحص أو الأشعات الجديدة أو الحاجات الطبية الحديثة بدأنا نشخص الأسباب العضوية اللي ما كانتش باينة، فترفعت نسبة الأسباب العضوية إلى 50% و50% الأسباب النفسية. موضوع الضعف الجنسي غير مرتبط بسن وغير مرتبط بوظيفة معينة أو سلوك معين، لكن كل الأعمار معرضة للضعف الجنسي. لكن لوحظ أني مع زيادة السن النسب بتاعت الضعف بتزيد، لدرجة أنهم اتربطت بالسن، بمعنى ان هم قالوا عند سن اقل من 40 سنه ممكن نتكلم في 20%، بعد ال 40 سنه تبدا النسب تزيد، يعني عند 50 سنه بتوصل ل 50%، 60 سنه 60% وهكذا. فكل ما زاد السن اكيد النسبه دي بتزيد. المسببات للضعف الجنسي مسببات كتيره قوي. لو احنا قلنا الضغوط النفسيه او الاسباب النفسيه، ودي كتيره قوي، التوتر والقلق، تمام، عدم القدرة أو عدم استيعاب الأسباب أو العلامات الطبية صحيحة، مشاكل اللي هي ممكن تبقى عندنا في التربية، يعني الأطفال اللي هم عندهم تربية غير سوية، تعرض لمشكلة جنسية هو صغير، تعرض لتحرش، تعرض لمشكلة، دي ممكن تولد مشكلة نفسية جنسية في الطفل ده. المعتقدات الخاطئة اللي احنا بنحطها في دماغنا ان العلاقة الجنسية لازم تبقى وقت معين او شكل معين، وده لو ما تمش يبقى احنا عندنا ضعف جنسي، فده برضو بيعمل مشكلة من الضعف الجنسي. الحاجة التانية في الاسباب النفسية اللي هي الانتربيرسونال فاكتورز، اللي هي الاسباب ما بين الاشخاص او ما بين الازواج، تمام، دايما دي مؤثرة، يعني الزوجة والزوج هما الاثنين لازم يتعاونوا في العلاقة الزوجية، ولازم لكل واحد فيهم دور ايجابي وليس دور سلبي. الزوجة تمام، يعني لو ما كانتش متعاونة أو كان فيه بعض المشاكل الاجتماعية أو النفسية بتنعكس على الموضوع ده، أكيد بتفقد الموضوع يعني قيمته، أو بتخلي الزوج يصاب بنوع من الإحباط والضعف الجنسي. فكل دي أسباب نفسية. نيجي للأسباب العضوية اللي هي ممكن تؤثر على الضعف الجنسي، أسباب كتيرة قوي، منها ضعف الشرايين، تصلب الشرايين، السكر، الضغط، أدوية الضغط، نقص الهرمونات، مشاكل التلوث والبيئة، والحاجات دي كلها بتأثر على الشرايين وبالتالي بتعمل ضعف جنسي عضوي. هقف عند نقطة التشخيص دلوقتي، في تكنولوجيا متقدمة وأجهزة مهمة جدا في تشخيص الضعف الجنسي. مظبوط، احنا عندنا حاجات كتير بنشخص بيها الضعف الجنسي، لكن ما زال التاريخ المرضي وان احنا ناخد البيانات بتاعة المريض ونسأله بعض الأسئلة عن سنه وتطور الضعف ده، هل هو ضعف مستمر ولا متقطع، بيجي في أوقات ولا بيجي على طول، وهل المشكلة بتزيد ولا بتقل، ده بتدينا فكرة عن الموضوع. ومدى استجابة الشخص ده للأدوية، يا ترى احنا بنجيب نتيجة على العلاج ولا كان بيجيب نتيجة وحاليا ما بيجيبش، ده بيقول لنا الموضوع ده عضوي ولا نفسي، والموضوع ماشي ازاي. بعض الفحوصات الطبية اللي هي بدأت تشخص الموضوع، ان احنا بدأنا نعمل اختبار كفاءة جنسية، بنعمل فحص الدوبلكس للشرايين العضو الذكري،
ان احنا نشوف الشرايين دي فيها مشكله ولا لا، في تسرب في الاورده، في ضعف في الشرايين، الدم مش واصل كويس، كل ده بدانا نعرف الاسباب بتاعه الضعف الجنسي. الطرق العلاجيه، الطرق العلاجيه متعدده لكن هي متدرجه، بمعنى ان احنا دايما بنبدا بالخطوات الاسهل والابسط، العلاج الطبي، المرحله الثانيه العلاج الحقن الموضعيه، المرحله الثالثه ان احنا بنعمل الجراحات او تركيب الدعامات الذكريه. فلا بد ان احنا نمشي في السكه من اولها، ابسطهم واسهلهم الادويه الطبيه. الادويه الطبيه مختلفه قوي وتطورت كتير قوي من اول سنه 98 من بدات الفياجرا والمشتقات بتاعتها، حوالي تقريبا دلوقتي احنا وصلنا لاربع مشتقات بيشتغلوا بنفس الفكره وتطوروا جدا، فبداوا يحلوا مشاكل كتير قوي من الضعف الجنسي. معظم الناس اللي هم ما عندهمش مشاكل عضويه والمشكله عندهم بسيطه جدا بيستجيبوا، يمكن نحط حوالي 70 الى 80% بيستجيبوا على العلاج الدوائي بشكل جيد جدا. ممكن بعد فتره يبداوا المشاكل دي او الاستجابه دي تقل، وارد طبعا، وفي الحاله دي احنا هنقيم الموضوع تاني ونشوف هنمشي في انهي اتجاه. 20% من الاشخاص او الرجال ممكن ما يستجابوش للعلاج الطبي، والعلاج الطبي ما يديش نتائج مرضيه ليهم، ودول نتيجه ان احنا عندنا اسباب عضويه كبيره. عندنا مشاكل في الشرايين، سكر مش متظبط، الشعيرات الدمويه بدات تضعف، في تسرب وريدي، فاكيد مهما ادينا من الادويه مش هنوصل لنتائج مرضيه. فهنبدا نفكر في الحلول اللي اقوى من العلاج اللي هتجيب نتائج من الناس دول. في حل بسيط جدا ان احنا بنمشي عليه اللي هو الحقن الموضعيه. الحقن الموضعيه دي مواد موسعه للشرايين، احنا بنعمل تركيبات منها معينه من حوالي 3 او 4 ادويه بنسب معينه، والنسب دي بنحطها وبنركبها في خلطه بتخلي العيان يبدا يستخدمها عند العلاقه الزوجيه. احنا بنعلم المريض وبنقول له ازاي ياخدها، والمريض بيستخدمها قبل العلاقه الزوجيه بنسب معينه، وبتدي نتائج اقوى من العلاج بشكل كبير. الميزه بتاعتها ان هي فعاله جدا، ملهاش اي اثار على القلب ولا السكر ولا اي شيء، لان هي موضعيه. تمام، احنا بناخدها وقت اللزوم، يعني انت من ايه ما تحب الجامع ممكن تاخد الابره الموضعيه دي وتمشي عليها كويس جدا. فدي مزاياها. الحاجه الثانيه ان هي تكلفتها بسيطه مش زي مرحله الدعامه، لكن بيجي لنا فتره برضو ان احنا ما نمشي على الحقن الموضعيه دي سنه سنتين تبدا النتائج بتاعتها تقل. هل انه كبير السن اللي وصل لسن 70 او سن 65 عندما يشتكي من ضعف الانتصاب وعندما يريد ان يذهب الى السؤال الطبي يلام، يعني يقولوا له لا انت ملام، ولا من حق كل انسان انه يعيش حياته كلها بشكل هو يرضيه؟ الكلام اللي انا اقوله ده وهم ولا شك ولا يقين؟ طبعا ده يعني شك، بمعنى ان الموضوع ده لا يلام شخص ان هو بيدور على العلاج الجنسي. وبعد كده احنا عندنا معلومه ان احنا الضعف الجنسي غير مرتبط بالسن، بمعنى ان مش معنى ان كل واحد كبر في السن عنده ضعف جنسي، لا، احنا عندنا فرق في القدره الجنسيه ما بين كل سن والتاني. يعني بمعنى احنا ما بين الثلاثينات والاربعينات والخمسينات والستينات في فرق في القدره الجنسيه، بس الفرق ده لو حطيته هقول على كل حقبه من دول العشر سنين دول 5% ناقص. فاذا 5% بكتيره اللي عنده 60 سنه هيبقى عنده قدره جنسيه 80%، اوكي كويس جدا. عنده قدره جنسيه 75% برضه كويس جدا، ما عندناش اي مشكله في الموضوع. فاذا ليس كل واحد كبير في السن عنده مشكله جنسيه، لا طبعا ما فيهاش اي مشكله خالص، وممكن يمارس حياته بشكل طبيعي مع بعض العلاجات البسيطه الامور تمشي عنده بشكل، وده حق ليه، ما فيهوش اي مشكله خالص. ده حق ليه اكيد، لا يلام، لا يلام طبعا، بالعكس. انا بحب جدا الراجل اللي بيحافظ على كينونته الرجوليه طول عمره. هو الراجل دايما بيهتم برجولته، ياما يفقد الموضوع ده حتى لو كان عنده 80 سنه بيحس ان في حاجه ناقصاه، فدايما بيحس ان في حاجه جواه زي ما بيقول مكسوره، يعني مش طبيعيه. فطبعا لا طبعا ما فيش اي مشكله خالص، وربنا حط ده غريزه موجوده في كل الناس، لا تتوقف عند سن معين ولا عند ظروف معينه ولا عند شخص معين ولا عند حاجه معينه، لا موجوده، ما فيش حاجه هتوقفها خالص. لازم نعيش حياتنا بكل اعمارها بكل بنفس الـ زي ما بيقولوا الاعتزاز بالنفس والرغبه في الافضل لكل عمر، متغيراته، لكن ايضا مقبول جدا لكل عمر ان يكون له الرغبه الكامله في اصلاح كل العيوب وكل المشكلات الطبيه الموجوده فيه. واقول لكم على حاجه،
تخليك وانت عندك 50 و60 و70 كأنك عندك 40 و45. الرياضة، العب رياضة، ده مهم جدا. طبعا الرياضة دي يمكن هي كلمة السر في القدرة الجنسية، بس رياضة والمشي، مش أي رياضة. المشي. المشي، لأن المشي السريع بيحرك الدورة الدموية في منطقة الحوض، فدي أحسن دورة دموية بتغذي الأعضاء التناسلية. فالمشي هو الرياضة الأساسية، نمشي كل يوم نص ساعة صبح، نص ساعة آخر اليوم، فدي كلمة السر. ونبعد عن خماسي ضعف القدرة الجنسية، تدخين، تمام، كحول، كحوليات، صح، السمنة، سمنة، الضغط العالي، الدهون، كوليسترول والدهون. أكيد دول خمس حاجات بتضعف القدرة الجنسية، نخلي بالنا منهم. لو اجتمعوا اتنين أو أكتر منهم أكيد المشكلة كبيرة. يا إما تقول لي عندك سكر وبتشرب سجاير وجسمك مليان، مشكلة كبيرة مش هنعرف نحلها. يا إما تبقى حاجة واحدة نقدر نغطي عليها. فدي حاجات مهمة قوي، بسيطة جدا، نخلي بالنا منها. نورت وشرفت وأبدعت كعادتك. ربنا يخليك. ضيف العزيز القمة العمل الكبير الأستاذ دكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة والتناسل بكلية الطب جامعة أسيوط، استشاري أمراض الذكورة، المدير مؤسس لمراكز خصوبة، كان ضيفي في واحدة من حلقاتنا الهامة جدا. الضعف الجنسي يبقى مشكلة كبيرة جدا إذا لم تحل، ومشكلة تنتهي وتختفي إذا ذهبنا للمتخصص وأوجدنا الحل. خليكم دايما مع الناس الحلوة. امتى انسان ينفعه فينير، وامتى انسان نقول له انت محتاج تعمل كراون طالما اني هعمل تجميل في اسناني؟ اول عامل احنا عندنا بقنا كله ايه، او الظاهر سنان ولسه، خلاص هو مفيش حاجه تانية بتظهر في الابتسامه غير كده تقريبا، يعني سيبك من الشفايف، يعني نتكلم بس في الوضع بتاع الاسنان. السنان لازم تكون مقفله كويس، مفيش فيها اي خرام، واخرام يعني تسوس، ما يكونش فيه فراغات، ما يكونش فيه تغير في الرصة بتاعت الأسنان. اللسة لازم تكون خط اللسة مظبوط، مش محتاجين نعمل توريد، كل حاجة مظبوطة، خلاص فاضل بس تحط الفينير.